بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب العرش والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع طب القلوب وشفاء الصدور، ألا وهو القرآن الكريم، والتي يتلو على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بسره. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى وقيلا. إن لك في واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك إن غير السبح طويلا. وتبتل بتبتيلا رب المشرق
فاتخذه وكيلا واصبر ودرني والمكذبين وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس Yeah.
والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت وإذا الموتة سيلت بأي آب قتلت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما خير لك من
صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم
النظر ووضعنا عنك وزرا الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض فمن يعمل بمثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل بمثقال ذرة شرا زلزلت الأرض زلزالها
فمن عقل قال ذرتي خيرا يرى ومن يعمل قال ذرتي شرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لله الحمد ولله الحمد باسم الله الرحيم قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر حاسد ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله الفاتحة
رسول الله حبي لك في الضياء دهيدا وشوق مني في هوى تعظيم والقلب مسرور بذكر محمد ففي ذكره نور وفيه نعيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان على أرض الإسلام عشنا مع كتاب الله وآياته الكريمة والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بسره. كان معكم وبتوفيق من عند الله على أكبر مكبرات صوت عالمية ومدينة الأنوار الكهربائية وقصر من قصور الضيافة المتنقل. يطلب دائما من إدارة الحاكم محمد قطب بدير المقيم به. أي سادة تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم ورحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنات وألهم أهلها الصبر والسلوان. وهذه سنة الله في خلق ولم تجد لسنة الله تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله.